واحد الرئيس نتاع المدينه شد المدينه كلشي وهو يحكم في ديك المدينه وراش البخيل بخيل بخيل اقصى درجه. صوتي ونسيفون ولادو اللي يقول عطنا ابا باش نشريو الفلوس، يقول لهم غير الفلوس باش نذكروا الفلوس ما يبغيش. مرتو تقول له عطيني الفلوس ما يبغيش، وبخيل اقصى درجه هو النشاط نتاعو غير يجمع الفلوس، ويجمع يجمع يجمع الفلوس، وهذاك هو النشاط نتاعو. جمعوا واحد الكميه بزاف نتاع الفلوس وما كان فين يديرها لحقاش بكري ما كانش البنكات. وبقى يجمع 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 واحد النهار كيخاف قبلها مرتو، مرتو ما تعرف عليها منين يتمشى ولا والو، غير المهم ذاك الفلوس غير بينو وبين اللي خلقو. واحد النهار مشى عند واحد النجار يخدم واحد الكرسي، قال له النجار خدم لي واحد الكرسي تحت خاوي ودير كلشي خاوي والفوق يدير له بحال الصندوق. ايوا خدم واحد الكرسي سبيسيال وبقى يعمرو بالفلوس. وصلنا لباري وضحيت مقصر والفت اخوتي وعز عليه ذاك الكرسي. فين ما مشى يديه مشى يحكم يديه مع الكرسي، يمشي ينعس يديه مع الكرسي، ما عطاش كاع الوقت للمراه ولا للولاد. المهم الكرسي حاضيه دائما حاضيه مع الكرسي، يمشي يحكم يقول اه الحمد لله رزقي تحتي، يمشي عاود للدار ما ياكل حتى يقعد على ذاك الكرسي، عاود تحطوا مرته الماكله يقول اه الحمد لله. غير على العقليه نتاعو حتى واحد ما عرفوش شكون كان في ذاك الصندوق. عزيز هذاك الكرسي ملي يمشي ينعس بيت نتاع النعاس، ذاك الكرسي خصو يديرو عند راسو. إذا مشى للمحكمة ذاك الكرسي يديه عند راسو، إذا مشى للقهوة خصو يجرب مع ذاك الكرسي، ذاك الكرسي دايما معاه. إي واحد النهار عنده واحد الاجتماع في واحد الدولة أخرى، مشى للاجتماع. إوا غادي يمشي للاجتماع وبعيد عليه الحال باش يدير الكرسي، يبقى يوصي مرتو غير من يدير اه المرأة عندك الكرسي، ما يوصي لا على ولادو ولا على مرتو ولا خصهم، هو يوصي على الكرسي دائما نعزز عليه غير ذاك الكرسي. إوا من مشى لديك المدينة بعيدة ومرتو قالت له كيفاش تقعد تخمم؟ أنا هذا الراجل ما يعطينيش كاع الوقت ما ينعس معايا، الولاد ما يعرفهمش أنا يخمم غير في ذاك الكرسي، كيس باس؟ دائما ما يعطينيش الوقت. إوا مشات عند واحد المرأة كبيرة تستشر معاها، المرأة عندها التجارب، قالت لها المرأة أنا عندي هذا الرجل تاعي راه ما يعطينيش كاع الوقت هذا غير بالكرسي، إذا قعد يقول الكرسي ولا العنس يقول الكرسي. قال لها شيخ تيكون ناعس ينوم الكرسي هذا غير بالكرسي. قالت لها خصك تمشي عند واحد النجار تخدمي له واحد الكرسي أحسن من هذاك، غادي باش من يرد دير له مفاجأة، من غادي يجي غادي يفرح، يقول أوه حقاش هو من يعجب له غير الكرسي، يعجب هي المرأة العقل نتاعها تقول لك راه محسب غير أحسن من يمشي يحكم بها يعز عليه هذاك الكرسي. وما عرفش بلي راه معمر بالفلوس لداخل. يوم مشات عند واحد النجار ضمنت واحد الكرسي جديد حسام، ذاك الكرسي حقاش ذاك الكرسي بحال اللي بدا نهار هو يجرب فيه بحال اللي قاعد تهرسو. ومن جا واخدمت ذاك الكرسي، وذاك الكرسي ناس رمتو للزنقه وجاو ذوك اللي داو الميكا والحديد وكذا داوه. ايوا من جا قالت له قال لها الكرسي فين راه؟ قالت له اه نديت واحد المفاجاه زينه، قالت له اليوم غادي تفرح بيا غادي دائما تبقى تحبني. ايوا هي غادي تقول صافي غادي يجي منشط من يشوف الكرسي الجديد. ايوا قال فين راه الكرسي؟ وقالت له ذاك الكرسي الجديد، قال لا والكرسي الاخر. قالت له راني رميته للزنقه وكوما سيدي.